مرحبا يا أولاد، أنا آلاء واليوم معاي صديقتي أسيل، كيف حالكم؟ كيف حالكم يا أولاد؟ إحنا كثير مبسوطين لأنه شايفينكم اليوم. أسيل، شوفي رسمتي. شو رسمتي يا آلاء؟ رسمت بحر بس احترت شو لونه. بس البحر لونه بني؟ بتعرفي شو؟ بدي احكي لكم اليوم قصة. قصة اسمها قصة البحر الأحمر. كتبت القصة نبيها راشد جبرين. تسمع القصة يا أسيل؟ بدي اسمعها. بدنا نحكي قصة. إذا رسمت وردة بلون بني أو أخضر، يقولون لي لا لا، لون الوردة أحمر. لون الوردة أحمر. إذا رسمت غيمة وكانت غيمتي حمراء، يقولون لي لا لا، الغيمة بيضاء أو سوداء. لون الغيمة أبيض. إذا رسمت بحرا أحمر وفي البحر زورق قارب في البحر، يقولون لي لا، البحر ليس أحمر، البحر لونه أزرق. البحر لونه أزرق. إذا رسمت شجرة سوداء وفوقها قمر في السماء، يقولون لي لا، الشجرة ارسمها خضراء. الشجرة لونها أخضر. إذا رسمت بيتا ليس له شباك أو باب، يقولون لي لا، للبيت شباك مع باب، ارسم بيت مع باب وشباك. البيت له شباك وباب. إذا رسمت شمسا وكانت شمسي ليلكية، يقولون لا لا، ارسم الشمس لونها ذهبية. الشمس لونها ذهبي. ليتهم يفهمون ما يدور ببالي، ليتهم يسألون عن وردتي، عن غيمتي والشجرة، عن بحري الأحمر، عن بيتي وبابي، وعن شمس الليلكية. ليتهم يفكرون ما ببالي، ليتهم يسمعون ما أريد وما أحب. مين بسمعني؟ مين بسأل ليش أنا رسمت وليش أنا لونت وكيف أنا بختار الألوان اللي بحب ألونها؟ هاي كانت يا حلوين قصتنا لليوم. أسيل بتحب ترسمي؟ بحب أرسم. وشو بدك ترسمي؟ بدي أرسم بأي لون بدي إياه وكيف ما بدي. وإنتوا يا حلوين اليوم اختاروا مع ماما إنكم ترسموا رسمة ولونوها كيف ما بتحبوا. اختاروا الألوان حسب شعوركم وإحساسكم، واشرحوا لماما واحكوا معها ليش اخترتوا وشو رسمتوا. إلى اللقاء. باي باي.